يا جماعة أنا جعانة وهموت من الجوع، هنزل أشوف العشاء اتحضر ولا لأ وأنتوا تحصلون. يلا عن إذنكم. هو مين خالد ده يا حبيبتي؟ ده واحد كان معايا في الجامعة. يعني معاك في الجامعة بيتصل بيكي ليه؟ ولا حاجة، ده كان عاوز شغل وعاوزني أساعده. طب انت ليه ما قلتليش حاجه زي كده؟ يعني ما اهتمتش. وبعدين مش مشكله، الموضوع مش مهم. ماشي، ارتاحي. ألف مبروك يا طنط، مبروك يا فؤاد. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك إن شاء الله. ميرسي. وسلمى عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله زي الفل، مستنياكي فوق. لما يا حبيبتي عقبالك إن شاء الله كده لما تتجوزي وتخلفي لنا بيبي حلوة أمورة زيك. ميرسي يا طنط. حياتي لما تنزلي من عند سلمى ممكن تبقي تقعدي معايا شوية؟ طبعا تحت أمرك. ماشي، أنا مستنياكي. أوكي، على إذنك. اتفضلي.